السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم في تتبع إبداع تطرز مع مريم. كنت أتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو هذا يلقاكم بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. إذا هذا الرشمة هذه غادي نخدمها بسقل البيض وسقل النحاسي. نخليكم مع الخدمة، وأول حاجة غادي نمشيو دائما نبداو البداية ديالنا مع الوردة. هنا بالدوريه البر غادي نبقى نخدم كولا وحده بوحدها باش ما تجي باش تجيني ورده باينه. يعني الطلبه ملي تنكمل هذه ديال الورده كندوز للثانيه. يعني شوفوا هاد الطريقه ديال هنا كيفاش الطريقه باش خدمتها. تنحبس باش دائما يجيني الفراغ ديال هاد الوردة من الداخل يجيني باين. لان الا خدمتها بسرعه ما كتبانش لكم، انما انا هاد الطريقه باش كنخدم دائما الوردة بخطوه المرمى. دائما خدامة على 1700 بالنسبة للموتور اللي كنزيد عليها. اذا احنا كملنا هنا البردة ديالنا، غادي نمشي لهاد العريشات هاد التهم نكملو هكا بالسق الابيض اللي نساليو ان شاء الله باش ندوزو لهاد الشكل ديال العليفة. اذا هاد غادي ندوزو ان شاء الله للشكل ديال العليفات، اولا كما كنسميوهم يعني بحال العليفات بحال الوليدات. يعني كانت واحد السيده قالت لي اللي كان تعلم هكا، قالت لي واش العليفات بوحدهم والوليدات بوحدهم؟ قلت لهم انا على ما اظن عندهم واحد الاسم.
إذن كلهم غادي نخدمهم رقاق، وكل وحده غنخدمها على الاتجاه ديالها باش كتجيني بحال السبوله، يعني كما كتشوفوها عندي حيت الا انا غادي نخدمها بنفس الاتجاه، يعني غنخدمها كلها هكا، ما غاديش تجي مني مزيانه. كل وحده كنخدمها بالاتجاه ديالهم، إذا هذا خنزير هذا. هذا خنزير هذا بلات دول مرمار. يعني باش يصدقوا لك بهذه الطريقه كتخدمي بواحد العرض، غير كتحكمي كتعرفي كيفاش تحكمي بالعرض هكا ديال الركبه، وكنحركو هنا غادي يبان لكم، يعني كنعرض غير بشويه، ومن بعد هنا كندير بحال يعني نحرفو باش يكون رقيق. ده غادي نكمل إذا بالنسبه لهذا الخنجرات هادو ملي كتبقاو تحطوهم هكا في الرشمه بالرشيم ديالكم، ما ديروهمش بنفس الحجم ونفس الطريقه، يعني بحال هذا كتكون بحال شكل هكا حاله زون دايره كلشي، والقرى كتكون يعني طويله شويه، يعني باش تعطيكم دائما الجماليه نتوما اللي كتشوفوا نتوما في الرشيم ديالي والطرزه ديالي.
لان هذه هي الطرزه ديالنا او الرشمه ديالنا. كنتمنى ان شاء الله انها تعجبكم وانها تنال الاعجاب ديالكم عفوا. ولنا لقاء في فيديو اخر ان شاء الله. ودائما غادي نحل المرمى، ان هذه كان طلب دائما ديال الاخوات، بقاي حلي لنا المرمى باش نشوفوا ملي كتحلي لنا المرمى الطرزه كي كتكون. اذا هذه هي دائما ما تيكون الطرز ديال المرمى ما كي الطرزه ما كتكمش، يعني تيكون فيها حتى شي مشكل. اذا لنا لقاء في فيديو اخر ان شاء الله.